احتفالا بيوم الاجازه، فانا قررت ان انا افطر فطار اللي هو بتاع ايه، بتاع كل 9 سنين كده مره. تعالى كده بص معايا بقى على الفطار اللطيف اللذيذ ده، تعالى لي كده. عندك هنا راسبيري، بلو بيري، بلاك بيري، ريد كارنت بيري، وعندك الكرامبيري، وعندك هنا في حته كولد كات كده محترمه، والجبنه البري، وجبنه شيدر بالبلو بيري، وعندك هنا جبنه شيدر بالفلفل الاسود. يلا بينا نبدا الحفله، يلا بسم الله. بص يا سيدي، الهدف الاساسي من الفيديو ده ان انا افرجك على 5 انواع توت. فكرك بقى ان احنا نجيب المهرجان ده ونقعد ناكل بالشوكه، وده انا هغمس دلوقتي، بس هنغمس بحاجه برضو كده ايه في الشياكه، واخد بالك اهو، مش عارف اسمه ايه، حاولت اقرا اسمه 100 مره مش عارف، بس هو بالسيدز ماشي، بالحبوب الكامله، شكله حلو. هنبدا اول حاجه بالكرامبيري. بص معايا كده الشياكه والحلاوه والاناقه، شايف شكله عامل ازاي؟ ماشي. البتاع ده مش المفروض ان هو بيتاكل زي ما هو كده، هو المفروض ان هو بيتعمل منه مثلا مربى يتاخد وتحط في الاكل ده، ما يعني ما فيش شيء طبيعي ممكن يخليك تاكل ده كده لوحده، بس يلا بينا بسم الله. كان لازم اجيب ميه. الشيء ده هنقوله باختصار جدا، ده مش هنطول فيه، مزازه مزازه مزازه، احنا ما عندناش هنا غير مزازه مزازه حتى الصباح. خد يا ابراهيم دوق، مدي لي ايدك، ايوه يا عيني الوقت في هذا النط. اكتر حاجه غريبه في الكرامبيري ان انت بعد ما تاكله وتاخد سنه الشوك بتاع المزازه ده، بق الميه اللي هتاخده بعد الكرامبيري هتحس ان 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 في سنه سكر قلبت في بقك، بيفكرني بعنب الثعلب. نبدا ندخل بعد كده على الراسبيري. الراسبيري بالنسبه لي هو احلى شكل توت في الشكل بتاعه. بص عنده دقن، شايف انت الدقن بتاعته دي؟ وتبص بقى كده، دي اكتر حاجه بتميزه، شايف الخرم ده؟ احيانا بتجيلي افكار غريبه ان انا اقعد العب بالراسبيري ده، تقوم عامله بصبعك كده بقى طاقيه. نجرب بقى راسبيري عشان خاطر نغطي على المزازه بتاعت الكرامبيري. بسم الله. يا اخ ربنا يفرجها علينا وعليك كده، حلو ده، طعمه مسكر ومسكر قوي. ندوق مين؟ ندوق هيما. ليه؟ عشان كركر مش موجود، وهيما وكركر واحد. خدها هيما، يلا باشا. اتفضل. جبتش انا حاجه من عندي؟ خليني اقول لك ان الراسبيري طعمه مش هيتقارن باي طعم توت تاني، طعمه مسكر، في حته طراوه كده، تحس ان هو معجون توت، مش توت بقى اللي هو بيقرش ده، والبذر الصغير اللي جوه التوت مش موجود هنا خالص. اسمع. ياه. بيفكرني بالعيش الشمسي، بس العيش الشمسي كنا بنجيبه عندنا في الصعيد ببلاش. هنا انت بتتكلم الرغيف ده ب 75 جنيه. صعيد يا دوله. سمي بالله كده ودوق. افهم ودوق. كرامبيري. بس هي مزه شويه. روزبيري. طب خد دور الراسبيري. حلوه روزبيري. انت قرفان مني طيب ولا قرفان منها؟ في حاجه مضايقاك؟ لسه. كده احنا جربنا الكرامبيري والراسبيري، تعالى نجرب البلوبيري. بص معايا كده شكل البلوبيري عامل ازاي؟ اكتر حاجه بتميزه الورده اللي فوق دي، شايف شكلها عامل ازاي؟ بسم الله. البلوبيري طعمه مسكر مع سنه مزازه، بس السكر فيه اعلى من المزازه. نبدا بقى ندخل في النوع الرابع. الريد كارنت بيري، شايف انت فرع النور ده؟ انا بعشق شكل الريد كارنت بيري. بسم الله. ميزز ميزز، بس حلو. الريد كارنت بيري طعمه قريب قوي من العنب البناتي، بس لسه محلوش، طعمه برضو فيه سنه مزازه وسنه سكر، بس هنا المزازه اعلى من السكر. نجرب بقى اخر نوع توت معانا، البلاك بيري. بص كده شكله عامل ازاي، تحس ان التوته هنا يعني بتلعب جيم. بسم الله. احلى مره في حياتي ادوق فيها بلاك بيري. انا هاخد انا كده حته الريحان دي زي ما هي كده، تغسلها برضو. ده ملهاش حل. تعال اخدك معايا في رحله لفوائد التوت بكل انواعه. التوت غني جدا بمضادات الاكسده، التوت كمان من الحاجات اللي بتساعد على تاخير الشيخوخه وعدم ظهور علامات تجاعيد على الجلد. التوت بيعزز نمو الدماغ خصوصا للاطفال الصغيره. التوت كمان مهم جدا للسيدات الحوامل لانه بيساعد على تكوين صحي لدماغ الجنين. التوت بكل انواعه خصوصا الكرامبيري بيساعد في القضاء على الاورام السرطانيه. الريد كارنت بيري بالذات مهم جدا للرجاله لانه بيزود نسبه الخصوبه. تعالى ما تحاولش تجري، تعالى. فاكرك ان انا هسيبك؟ خد يا محمد دوق عشان ما يجريش. مش عارف ايه ده. حاسس بانتصار في الموضوع. شوف مين تاني عايز تعذبه، هاته. بص انت شكلك كويس، تعال خد يا عمرو دوق. ايه رايك؟ إيه كل ده من حلاوتها؟ يعني عجبك ولا مش عاجبك؟ حلو. حلو مبسوط يعني؟ طب استنى.
لا تعال انت رايح فين؟ انت ما صدقت قفشتك. استنى خد دي. تخافش والله؟ ايه يا راجل؟ التوت كمان فيه مجموعه مركبات مهمه جدا لتقويه الاعصاب. بالنسبه للناس اللي عندها امتحانات دلوقتي، انا عايزك تفضل تسف في توت ليل ونهار، لان هو هيزود معدل التركيز بتاعك، بس يا رب تنفع. ماشي، قبل ما نقول لقطه السعر، لو موبايلك تاه منك في الشقه ومش لاقيه صفر له الفلاش هينور. هسيب لك لينك البرنامج اللي بيعمل كده في الكومنتات. بص انا مش عارف اجيب لك ازاي، بس الفطار اللي انت شايفه قدامك ده متكلف حدود 1100 جنيه، اكيد ما تفطروش. ليه؟ عشان انا فطرته مكانك.